تعجبك صورة تحمل فكرة تحكي الماضي صح الذكرى كان يا مكان والعمر بيمضى وحده الحب بيرسم بكرة بيرسم طريق حلو ومر فيه الشوك والورد وعطرة طريق مخبى فيه أسرار دليلك فيه هو الصدفة حلم وأمل ويمكن تشقى حتى توصل لازم تسعى قلبك صورة تحمل فكرة كان يا مكان والعمر بيمضى وحده الحب بيرسم بكرة. أنا برأيي خلص بقى كاران اتركن بحالهم، بيتي صار قريب بروح مشي مو مشكلة، بيكونوا عم يحكوا بشي مهم مع بعضهم لهيك ما عم يبعدوا. خلص مو مشكلة بمشي دقيقة وبوصل على البيت. انتي متأكدة؟ ايه انا متأكدة. خلص خليني وصل. لا خلص روح دبر حالي. او افتح شوي. رح افتح الباب. شو حلو كارن على مهلك. هدول الاثنين واقفين عم يلعبوا بالشال. شوي شوي. شفت انت شو عملت؟ نزعت الشال كله منك. شبك شو صار لي؟ يعني ما انك شايف كيف نزعت لي الشال، وكمان حضرتك نزعت لي قبله شالين ثلاثه، ما بتعرف قديش هدول غاليين. لك انت حتى ما بعرف ليش بتكرهون لشالاتي. بتذكر نزعت لك واحد بس الباقيين امتى يا ترى؟ خلاص انسى القصه، لا تعب حالك كتير بالتفكير، اذا فكرت زياده هلا بتخسر شويه الذكاء اللي عندك اياه. طيب لا تقولي باي. شو قصته؟ ليش أنا حكيت معه بهالطريقة؟ كاران تعذب ووصلني وأنا حتى ما شكرته على هالشي، لا وفوقها زعلته مني للمسكين. ما بعرف شو بيصير لي لما كاران يكون معي، بصير عصب وبعيط بدون أي سبب، أنا بصير اتخانق معه على أتفه الأمور ما بتحكم بحالي. عن جد أنا ماني عم بفهمها لهالبنت، وبتقول أنا اللي بضل عم باخد مواقف وهي كل الوقت بتخانقني. ما أنا معقولة بالمرة هاي البنت بتضل بتغير رفقاته وبتجي كل يوم مع حدا، يوم بتجي مع لاعب الكريكت ويوم مع هداك رجل الأعمال الغني ويوم بتجي مع لك كتار كتير. هي يا حلوة حاطينا فرصة لحتى نتعرف عليكي نحن كمان، نحن شو ناقصنا يعني؟ إذا بدك أنت هلأ فيك تسجلي أسماءنا وأرقامنا، نحن حابين نتعرف عليكي. لك قولي شي يا حلوة. اطلع اطلع عليها جاي، لا تحكوا شيء. انتوا ما بتخجلوا؟ كيف ممكن تحكوا مع بنت بهذا الاسلوب؟ ما فيكم تتصرفوا بهذا الشكل، نحن مالنا متعودين نسمع هذا الحكي، فهمتوا؟ مو انت المسؤول المنتخب لهالمنطقه، شلون فيك توقف ساكت وما تحكي ولا كلمه؟ هنن عم يتصرفوا معي بهي الطريقه قدامك وانت واقف عم تتفرج، هي مسؤوليتك. بوجودك ما لازم ولا بنت بهي المنطقة تسمع هذا الحكي وما لازم حدا يضايقها، أنت المسؤول عن كل هاي الأمور هون، بس حضرتك واقف عم تتفرج، شو ما بتخجل على حالك؟ اسمعي أنا ما هي يا أنسي، خلي نصايحك لك لحالك وبس، وشغلة تانية، إذا بتحبي تطلعي مشاوير، فيكي تطلعي مشاوير معنا، مو تطلعي مع الناس الغربة. لا تجربي تتزاكي علينا ولا تعملي هاي الحركات ابدا، مو فارق معنا تهديداتك، عم تفهمي؟ فلت ايدي عم قلك فلت ايدي.
ولا رح ندمك. يا ويلي أنا كتير خايف، تركت إيدي من الخوف. أنا عن جد كتير خفت يا شباب. نحن بنعرف إنه أنت بنت بتحب تطلع مشاوير وتغير جو، أنت بتحبي تتعرفي على شباب حلوين، مو مزبوط كلامي؟ طيب إذا أنت بتحبي تطلعي مشاوير، بشو غلطوا هدول البريئين؟ هدول الشباب ما طلبوا شي كتير منك، طلبوا منك إنه تعطيهم فرصة، ويلي طلبوا من حقهم. أصحك تتحدينا؟ عم تفهمي؟ بخطفك وباخدك لمكان ما حدا يلاقيكي، وبتعرفي شو راح يصير؟ وقت ما حدا راح يقدر يخلصك من بين ايدي، وراح تتمني لو انك ما شفتيني ابدا. عم تفهمي؟ خافت الانسه؟ لا 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 لا، انت ما لازم تخافي. اسمعي شو راح اقول. مفكره انه انا مو متذكر شو يلي عملتوه باخي، وقديش خليتوه ينقهر ويتضايق وشو صار فيه؟ انا راح خليكم تدفعوا ثمن هذا الشيء، وما راح خليكم تنفدوا. انتوا راح تعانوا كثير بسبب هذا الشيء، وراح تذوقوا نفس الوجع. انا هون لحتى انتقم. شو انت لوين رايحة؟ خفتي منا؟ طلعوا كيف خافت منا؟ شريستي شو هاد؟ صار لي شهر عم بستخدم هاي المنشفة لأنه هي إلي. يلا تركيها من إيدك لشوف. شكلك فقدتي ذاكرتك، صايرة كتير عم تنسي. كيف بتنسي إنه هاي منشفتي وهذا لوني المفضل؟ هاد لوني. منيح إنك رجعتي يا بنتي، تفضلي شوفي امك واختك شبهن عم يتقدلوا مثل الاولاد. هلا انت حلي هالموضوع هذا. عفوا ستي، هي شو دخلها؟ هي بتكون منشفتي وانا بدي رجعها. استني لحظه، منشفتك دائما بتكون مبلوله صح؟ وانت بتتركيها على تختك. هي منشفه ناشفه وهي لالي، تركيها من ايدك. يا سارلا انت معقول شاريه منشفتين بنفس اللون؟ طيب اذا انت بتحبي تطلعي مشاوير، بشو غلطوا هدول البريئين؟ هدول الشباب ما طلبوا شيء كثير منك، طلبوا منك انه تعطيهم فرصه. كبريت تحكي لك شي كلمة مع أمك، ليش ساكتة؟ شريستي لا ما رح أتركك بنوب. خلاص أنتو التنتين اسكتوا. ليش بتضلوا عم تتخانقوا مثل الأولاد؟ عن جد مو معقولين. بريتا شو صاير معها؟ بعمرها ما عصبت هيك؟ صاير معها شي مو منيح، وأنا حاسة هيك كمان. شو رح يكون صاير؟ رح روح وأسألها. تابسي صارت مصدر إزعاج كتير كبير بالنسبة لإلي، لازم علمها درس ما تنسى. أنا لازم أتصرف معها فوراً، بس أنا شو بقدر ساوي؟ كيف بدي أتصرف؟ شو عم تفكر بنو؟ أنا عم فكر بطريقة لأتخلص من تابسي على الأخير وارتاح منها. حركاتها مضايقتني كتير وأنا عم فكر أني عاقبة. لازم نعمل شي بخصوصها بأسرع وقت ممكن، بس شو منقدر نعمل؟ لازم نحلها. مين عم يدق لك؟ ألو إيه مدام؟ شوف، في حدا محتاجك بشغلة مهمة، حدا من معارفي. أنا شغلتك معي شغلة عادية، بس هو بده يعمل شي كتير مهم، بده إياك تخطف بنت وفوراً، وتذكر إنه هذا الشخص كتير بيعني لي. عم تفهم؟ انت بتعرف حدا في عنده الدعم والقوة ليقدر يعمل هيك شيء؟ اي مدام، ايه انا بعرف حدا كتير قوي وصاحب دعم كبير كمان. هيك شغلات كتير سهلة وبسيطة بالنسبة لإله. شغلتك رح تصير بس رح تكلف مصاري كتير. ايه ايه رح تاخد المصاري. انا هلأ ببعت لك صورة الشخص يلي محتاج لمساعدتك واتفق معه. انت بعت لي عنوانك ليجي فورا. انا رح اعطيك العنوان. لا تخليه يجي على هالمكان أبداً، قل له إنه يجي على المكان تبعنا، ماشي؟ أنا رح أبعت لك العنوان برسالة. ماشي تمام. هالشي ممتاز. لازم تشكرني إنه لقيت لك هيك شخص. هلأ ما حدا رح يمنعك من إنك تتزوج أنت وبريتا. شريستي هاي منشفتك، كانت جوا بالغرفة، هديك منشفة مام. ماما أنا آسفة أني صرخت بوشك من شوي، مو قصدي. شو صاير؟ ولا شي أمي، ولا شي. متأكدة أنه في شي صاير معك؟ وبدي أعرف شو اللي صاير معك فورا. ولا شي ماما، رحت لأشتري غراض. خلاص ما في شي مهم. إيه استني دقيقة، احكي لنا ونحنا يلي منقرر إذا مهم ولا لا. أنتي بس خبرينا يلي صاير معك، شو ناطرة؟ خلاص بقى يا شريستي انسي،
ما في داعي للقلق أبدا. اسمعي بريتا، أنا أكبر منك وأوعى منك كمان يا بنتي، وبعرف كتير منيح إنه أنت مخبية شي عنا. بدي أعرف الحقيقة، ممكن تخبرينا؟ ماما بصراحة، أنت تتذكري أخو لسانجو؟ نفسه عضو المجلس. عضو المجلس نيل؟ أي بصراحة التقيت فيه وقت كنت راجعة، وكان معه شباب مملح وهن ضايقوني وسمعوني كلام مو منيح، حتى أني أنا كنت رح أضرب واحد منهم كف، بس هو فوراً مسكني من إيدي. كيف بيتجرأ يعملها؟ هو عن جد مسك لك إيدك؟ كيف بيمسك إيد أختي؟ هنن أكيد بيكونوا بالحارة. ماشي، رح علمهم درس ما ينسوا بكل حياتهم. لحظة استني، أنت لوين رايحة؟ أحكوا معها. ما رح تروحي لمكان. أنت شو صار لك؟ هدول مانن مناح، ما بيستحوا على حالهم، ما بيهمهم ابدا شو بيحكم على البنت. وانت بدك تروحي لتواجهيهم؟ ايه بدي روح. لامتى رح نضل عم نعاني لانه نحن مناح وما لنا حدا؟ اذا ما عملنا شيء هلا نحن رح نكون تاخرنا كثير. امي ماما اذا بتريدي حاكيها، ما لازم نواجههم، هدول ممكن يعملوا اي شيء معها. هي كيف ممكن تفكر انه انت كيف بتفكري؟ بعرف انك معصبه ومتضايقه، وحتى انا كنت كثير معصبه، ما قدرت اصدق اني عم اتعرض لهذا الشيء بحارتي وجنب بيتي كمان. بس شو طالع بإيدنا؟ انت ما فيك تحسي بالأمان مع انك بحارتك، هدول مفكرين انهم فيهم يعملوا شو ما بدهم. انا رح ورجي لهذا الشاب السيء، انت خليكي هون. شريستي خليني روح لك. طيب اسمعي ماما شو بدها تقول لك. شو مانك عم تفهمي؟ بريتا شو قالت لك؟ هدول ناس مو مناح وبيقدروا يوصلوا لأي حدا. انا ما رح اقعد ساكتة هيك، انا بعرف المسؤول عن هاي المنطقة، وكمان رح روح احكي معه وهو بيتصرف معهم. التقيت انا فيه وقت كنت عم بوقع وراء صالة كمكم باقية، وهو طلع شخص منيح ومحترم، أكيد رح يعمل شيء، أكيد هو رح يساعدنا، ما رح يتركنا هيك لحالنا. طلع على صورتها وحفظها منيح. هاي البنت اسمها تابسي، أنا بدي إياك تهتم بموضوع اليوم، ما بدي أي تأخير، مفهوم؟ بهتم؟ كيف اهتم؟ بشكل دائم؟ ولا مؤقت؟ كل اللي بدي إياه هو إنه هاي البنت ما تقدر تخبر حدا باللي عم تهددني فيه، هذا هو كل الموضوع. انتو كلكم خبيرين بهالشي مو هيك؟ خلص القصة صارت عندك انت. اي الشغلة مو صعبة ابدا، هاي البنت شكلها كتير لطيفة، بس ليش عندك مشكلة معه؟ شو قلب الحب عداوة يعني؟ هي رفضتك مو؟ مين بتكون؟ احكيلي مين انت لحتى تسألني؟ اسمع، انت مجرد خاطف وبس، انا عم بدفع لك كتير لتخدمني، لهيك خود المصاري تبعك وساوي مهمتك، وبنصحك تضل ضمن حدودك، عم تفهم؟ حدودي؟ أنا ما عندي حدود. إيه؟ أنت رح تعرف حدودك هلأ، هالشي مو مزح. بتحب أضغط على الزناد؟ ها؟ لا لا تخاف، هذا مو مسدس أبداً. لك هي قداحة؟ لحظة لحظة بس رح أورجيك. ما اشتغلت، عود هلأ، عندي قصة رومانسية بدي خبرك ياها. مو مشكلة، لو ما قعدت رح خبرك ياها. مين بتكون هاي البنت؟ هاي رفيقتي السابقة. كتير منيح يا شاطر، أنا عرفت إنه هيك رح تكون القصة. شوف، أنا كل اللي بدي إياه منك إنك تساوي شي لهالبنت، شي يخليها ما تطلع من المستشفى لبعد أشهر من هلأ، لحتى أنا أتزوج وأخلص. طلع عنده مرة جديدة لهيك بده يخلص من القديمة مو هيك؟ منيح، أنت عم تشتغل مزبوط. طيب أنا رح ساويها، بس في عندي شرط. شو هو؟ أنت لازم تعزمني على عرسك مشان تطعميني حلو. شو قلت؟ لو سمحت اعمل شغلك. رح ينعمل، وين ما كانت رح جيبها لعندي ورح أحبسها هون، بس أنت مشان هي الشغلة الصغيرة لازم تدفع مبلغ كبير. قديش؟ بدي مليون. قلت مليون؟ قليل؟ مليونين؟ مليونين ونص؟ لا. طيب رح أعطيك مليون، بس لازم تنتبه إنه هذا الشغل لازم يتم. يلا بعت واحد من رجالك هلأ معي، رح أسحب مليون من البنك وأعطيهم فورا. حاضر معلم. قريش يلا بسرعة، عائلة عريس بنتي قربوا إنه يوصلوا. نحن مو أهل العريس ست كارينا، نحن من أفراد العيلة. معك حق، ما تواخذني، أهلا وسهلا.
وين أمه لعكشي؟ بصراحة هي كانت بدها تجي معي، بس هي مشغولة كتير مشان هيك ما قدرت تجي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي. ولا يهمك، نحن كتير مبسوطين بوجودك معنا هون. تفضل فوت لو سمحت. شكرا. تفضل ارتاح. شو وينك كريتيكا؟ أنا مالي شايفة هون. بعرف إنه بنتي هلأ صارت منكم، بس لهلأ هي عايشة معنا بهالبيت. هلأ بتجي. بالمناسبة أنا عتباني عليكم كتير، أنت وزوجتك وينكم؟ مختفيه من وقت طويل. هالشي كله بسبب أكشي. اسمح لي هالمرة ما معك حق بهذا الكلام، لأنه أكشي كان مسافر وقتها. بس أنت وزوجتك ما رحتوا على أي مكان، أنتوا الاثنين كنتوا هون، وما هيك ما اتصلتوا فينا تليفون ولا حتى اجيتوا زرتونا. بس نحن عازرينكم لأنه منعرف أنكم مشغولين. لا بصراحة مو هيك أبداً. مرحبا. كيفك عمو؟ طمني كيفك؟ أنا منيح، أنت كيفك؟ منيح عمو. تفضل عود. بالحقيقة زوجتي بتقدر تجاوب على أسئلتك بطريقة أفضل مني. هي ما عطتني ولا فرصة واحدة لحتى أقعد مرتاح شوي. هي كل يوم بتضل تنق إنها مشتاقة لأكشي وحابة تشوفه وبتضل تبكي مشانه، ولهيك انجبرت إني أخذها لعنده لحتى تشوفه. شو أعمل؟ قلت لها تفضلي امشي نسافر. عمو ماما وعمتي عم يمزحوا معك لأنه هنن بيعرفوا إنك كنت مسافر. لا تتضايق. هنن بس عم يستفزوك، ليش عم تضايقوه هيك؟ آه؟ ابني هيك بيصير لما عيلتين قراب بيلتقوا وقت يكونوا من فترة مملتقيين. صراحة نحن هيك منظهر محبتنا. معك حق بهذا الكلام. هلأ قلي لشوف، إذا قلنا لشي واحد أنت اسمين برأيك هالشي بيكون مناسب؟ أكيد لا، نحن رح نقول هالشي بطريقة تانية. مثلا منقول له أنه جسمك بيناسب شخصيتك القوية. صراحة أنا ما بفهم هاي الطريقة الغير مباشرة بالحب. صح عمو، بدي أسألك وينو أكشي؟ ليش ما شفنا لهلا؟ إيه صح، هو جاي بس عم يجيب الهدايا اللي جاب لكم إياها من هنيك، يعني ما بيطول. لا ما في داعي للهدايا. هلا كنا عم نحكي عنك. تفضل. مرحبا خالتي. داعي بنوب لهالشيء ابني. مرحبا خالتي. اهلا وسهلا ابني. كيفك؟ مرحبا منيح. انت كيفك؟ كيفك ريشاب؟ كيفك؟ كثير منيح. نحن كلنا اشتقنا لك. وانا كمان اشتقت لكم. شكرا. تفضل تفضل. مو معقول، انتو شفتوا قديش أكشي وكريتيكا بيحبوا بعض؟ كريتيكا وصلت بنفس اللحظة اللي وصل فيها أكشي. تعي لهون، طلع عليك فخجلت. ايه كتير. أهلا وسهلا فيكي بنتي. أهلا وسهلا. هي مو هيك طبيعتها على فكرة. هلأ انت بتفكر انه هي طبيعتها، بس بحب قلك انه انت رح تعرف الحقيقة بعد الزواج وبتشوف. هدول الأولاد مو معقولين، ما بيوفروا ولا فرصة لحتى يحاولوا يزعجوا بعضهم. ايه صح، انا وبابا اجينا لهون لحتى نعزمكن على حفلة كتير مهمة عنا بالبيت، وهالحفلة لاني وقعت عقد ضخم برا البلد، انتو لازم تجوا على الاكيد. اها حلو. على سيرة الحلو انا نسيته، لهيك بتمنى انكن تقبلوا علبة هالحلو مني. شكرا كتير لك، فرحت لك من كل قلبي. اكشي بالمناسبة انا حابة اني اخذ موافقتك بموضوع. اذا ما عندك مانع فينا نعمل هاي الحفلة هون عنا ببيت لوترا، لأنه نحن بكل الأحوال عم نفكر أنه نعمل حفلة، وهي المناسبة ممتازة، ورح كون كتير سعيدة إذا هي الحفلة بتنعمل هون، طبعاً إذا كنتوا أنتوا الاثنين بتوافقوا. بصراحة نحن حابين نستغل هاي المناسبة لحتى نحتفل كلنا. بظن أنه هاي الفكرة منيحة. بصراحة مو مشكلة وين بتكون الحفلة، المهم أنه نجتمع ونحتفل سوا. يعني إذا نحن احتفلنا هون واللي عنا بالبيت نفس الشيء، بالنهاية منضل عيلة واحدة. يعني بيت كريتيكا كمان مثل بيتنا وما في فرق أبداً. تمام؟ شو أكشي؟ ماشي. معناها الحفلة رح تنعمل هون بالبيت؟ اتفقنا. تليفونك عم يرن، رد. هاد المعلم، رد. ايه معلم. ايه شيرو، شو وينكن انتو؟ قول، لقيتوا هديك البنت؟ ايه معلم، نحنا لقيناها وهلأ ماشيين وراها عم نلحقها، كانت بالسوق وهلأ راجعة. اسمع شيرو، اسمع منيح شو رح قلك. بتخلي عينك على هي البنت، خليك لاحقها لوين ما راحت، ما تضيعها ابدا، ولما بتشوفها بمنطقة مهجورة او دخلت على منطقتها تخطفوها فورا. عم تفهم معلم؟ لا تقلق ابدا،
أنا رح نفذ هاي المهمة، ودقيت كمان لواحد من رجالي مشان يجي ويساعدني. إيه اسمع، ساوي اللي بدك إياه ولا تخبرني، بس تذكر شغلي إنه أنت لازم تخطفها بمكان مهجور، ما بدي شهود أبداً مشان ما يصير معنا مشاكل، عم تفهم؟ أي معلم. سكر بقى. يا حبيبتي لا تقلقي، لأنه خطتنا رح تتم، لا تقلقي أبداً. أنا هلأ رجعت من موعدي مع هداك الزلمة، هو اسمه نيل، بيقولوا إنه هو عضو مجلس بس شغلته إنه يخدم الناس اللي مثلنا. هو تعامل معي بغرور، وكمان كان عم يحاول يعمل حاله ذكي قدامي أول شي، بس لا تقلقي. أنت بتعرفي برتبي كتير منيح، بتعرفي كيف بخلي الناس اللي مثله ينفذوا أوامري وبدون أي اعتراض. كمان لما المصاري بتحكي الناس بتسمع الكلمة، وأنا عطيته مصاري. طيب مبين إنه كل شي تمام، متأكدة إنه الخطة رح تنجح وما في شي بخوف. بس بنو لو إنك قتلت تابسي أنت كان أحسن، مو هيك؟ شارلين بتعرفي شو؟ أنا بحس إنه أنت على طول بتنكشي أخطاء باللي بعمله، وقد ما كانت الشغلة ظابطة مصرة إنك تطالعي لي شي غلط، وهلأ بتقولي لي إنه أنا مهتم بتابسي. أنت دائماً بتعملي هاي الحركات. أنا منوب ماني مهتم فيها ولا بيهمني أي شي بخصها، لأنه أنا شلت تابسي من زمان من بالي، وأنت بتعرفي هالشي. بس كيف بتطلبي مني إنه أقتلها؟ شو أنت ما بيهمك أمري منوب؟ لك لا، أنا لسه ما خلصت كلامي. شوفي أنا متأكد، ومتأكد كتير كمان، لو إنه قلتلهم يقتلوها وإجيت خبرتك بهالشي كنت أول وحدة رح تلوميني وتخانقيني، رح تقولي لي بريتفي أنت شو عملت؟ ليش سويت هيك؟ إذا حدا عرف بهالشي شو بنعمل نحنا؟ وما بعرف شو رح تصيري، تحكي حكي فاضي كمان. شو صار لك انبحتت؟ ما في داعي إنه تعيط علي. شو لازم أعمل لكان؟ اسمعي خليكي معي شوي، في حدا على الباب، رح روح شوف مين. طيب ماما بحكي معك بعدين. أي ولا يهمك ماما، بس أنا بظن إنه إجا لعنده حدا ما بيقدر بنو يحكي معي قدامه، بس مين رح يزوره بهالوقت؟ شو صار بريد في قلي؟ شو أنت ما عرفتني؟ أنا كاران لوترا. ليش انصدمت هيك بس شفتني هون؟ أنا مو مصدوم، أنا متفاجئ شوي، متفاجئ لأنه مو متوقع أنه حضرتك تترك الملعب والتمرين وتجي لعندي لهون، هالشي غريب. كلامي صح؟ صح. خليني خبرك سر مهم، في شغلات كتير قربت أنه توضح، أو بالحقيقة هي أساساً وضحت ومش الحال، شغلات أنت مو متوقع، شغلات كتير لسه رح تصير. أنت عم تهددني؟ كل اللي قدرت أفهمه إنك عم تهددني، بس الشيء اللي ما عم بقدر أفهمه هو ليش عم تهددني؟ لو سمحت في مجال تشرح لي هالشي؟ ما في شي محرز، جيت لهون بس لحتى أعزمك، في حفلة اليوم ببيتنا، بتمنى إنك تجي. باي. استنى لحظة. هالشي كتير منيح، كيف لحتى صرت لطيف معي لهالدرجة؟ أنت ما أجيت لهون لحتى تعزمني، في شي تاني ببالك، قلي لشوف شو هو. خبرتك مبارح، شو معقول نسيت؟ مو معقول. أوه أنت ذاكرتك كتير ضعيفة. طيب ماشي خليني ذكرك. اسمع يا بريد في، أنت رح تلاقي عيني عليك كل الوقت، عم تفهم؟ كل دقيقة كل ثانية. لما أنا كنت قريبة من بريتا كان عندك مشكلة مع الموضوع، صداقتنا كانت تزعجك، بس هلأ مشكلتك انحلت مو هيك؟ لأنه من هلأ ورايح رح خلي عيني عليك دائما. هذا مو ملعب يا نجم الكريكت، بجوز أنت نسيان إنه هاي حياة ناس ما دخلك فيها. لا أنت فهمان القصة غلط، لأنه العواطف بتفيد بالملعب، سواء كانت حياة أو لعبة كريكت دائما بتفيد العواطف، بس العواطف ما بتنجح إلا إذا كان معها خطة قوية ومهمة كتير. تعلم هالشي، هاد الإنسان لازم يخطط. يا سيد بريد في الخسران، انت بتعرف رأيي فيك كتير منيح مظبوط، وكمان بتعرف شو هي نظرتي إلك، بس للأسف انت ما بتعرف شو هي خطتي.
ما بتعرف أنا شو محضر لك. اسمعني كتير منيح يا بريد في، وتأكد إنه اللعبة تبعك رح تنكشف عن قريب كتير. شو بدك تعمل يعني؟ أحياناً الإنسان السيء بيطلع لفوق على القمة، بس تأكد إنه هالسيء حيجي يوم ويوقع من فوق لتحت. عم تفهم؟ كل خططك قربت كتير إنه تنكشف. كل شي رح ينكشف. إيه؟ لعبتك خلصت صح. تعال عنا على الحفلة بكرة، رح كون ناطرك. باي كاران لوترا. انت فيك تتحمس قد ما بدك وتحكي كتير. عم تحكي هيك لأنه مو عارفان إنه تابسي رح تختفي، وأبصر شو رح يصير فيها وكل خططك يلي محضر لها انتهت. يلا عدي هون وانتي ساكتة. اليوم أنا بكون معلمتك وانتي تلميذتي. ماما قالت لي أني علمك شغل البيت لأنك ما بتعرفي تشتغلي شي أبدا. لك انتي لا بتعرفي تطبخي ولا حتى تقطعي خضرة، وهي من أبسط الشغلات. ليكي أول شي بدك تحطي هذا الشال، هيك بتحسي حالك أنك مو بنت صغيرة. يلا بلشي بالشغل، ما في معنا وقت. اسمعي أنا حابة إني حس حالي بنت صغيرة، بس إذا أمي بدها يعني اتصرف هيك أنا ما بدي. أنا وأمي ما منفكر بنفس الطريقة وأنتي بتعرفي. أنا رح روح. لا لا ما في روح على مكان، عدي هون خلصينا. شو رح تعملي يعني؟ رح تعصبي وتعدي بشي زاوية وأنتي عابسة؟ ما أنا مشكلة، خدي موقف وتعلمي بنفس الوقت أختي. القصة مو قصة مواقف، القصة قصة منطق. ماما بتقول إنه نحن نقعد ونرتاح ونخلي التانيين يقاتلوا بمعركتنا ويدافعوا عنا، وأنا بشوف إنه هذا الشي غلط. أختي ما حدا ربح معركة من دون ما يدخل ساحة الحرب، ونحن منعرف هالحكي. هذا عضو المجلس تصرف بشكل سيء، ليش لازم نترجى المسؤول عن المنطقة لحتى ياخذ لنا حقنا؟ طيب وإذا ما اقتنع رح نتوسل لشي مسؤول يعني؟ أنا ما عم بفهم شو المنطق بهذا الشي، يا ريت تشرحي لي. فهمت. شكلها شريستي لساتها متضايقة من عضو المجلس بسبب الطريقة يلي حكى معي فيها. اسمعي شريستي، نحن ما لازم دائما ناخذ الأمور بانفعال كبير. أحيانا نحن لازم نفكر بعقلانية. بترجاكي لا تعاندي واسمعي اللي بيقولوه الكبار، لأنه هنن خبيرين بالحياة وعندهم تجربة كمان. هنن لما بيتصرفوا بيكون هالشي نتيجة خبرة. يلا تعلمي شغل البيت، لازم تتعلمي. بعدين انت فكري فيها شوي، إذا دهورت صحة ماما وصحتي مين يلي رح يعمل الأكل؟ رح نضل نطلب من برا؟ وانت بتعرفي منيح حالتها للخالة جانكي. بتحبي نترك ستي تقوم تطبخ يعني؟ يلي بقصده أنه انت ما بتعرفي شو ممكن تحتاجي تعملي، ومشان هيك لازم تتعلمي. معي حق ولا لا؟ يلا تعلمي لك شي شغلة. يلا أنا عندي شغل كتير. مسكي قطعي هاي. يلا أنا رح روح على المطبخ وكفي شغل، عندي شغل بدي كمله. ماشي؟ أنا ما فيني ضل قاعدة وساكتة هيك، ما فيني أنطر مساعدة مثل أمي. لهيك رح علمه درس بحياته ما ينسى، وأنا كمان رح خليه يندم. رح أتصرف هلأ. لك مين هذا المتسطح بنص الطريق؟ أكيد واحد بلا مخ. لك ليش ما عم يتحرك هاد؟ عفوا انت ليش متسطح بالطريق هيك؟ شو ما عم تسمعني؟ عم اسألك ليش متسطح بالطريق؟ هي قوم قوم. انزلوا بسرعة. يلا اتركني. ولا حركة، بعد عني. لا ولا حركة، دعي معنا. يلا امشي امشي بسرعة، حركة. يلا امشي. سيارة تابسي واقفة على الطريق 28، تخلص منها بأسرع وقت. حركي بسرعة. بكرة عنا حفلة بالبيت، التحضيرات كلها لازم تكون مثالية. حاضر. ما لازم يكون في شي ناقص أو مو مكانه. ما تعطيهم قريش. جهز المنصة بنص الغرفة، وكمان ساوي لها ديكور بالورد. إيه؟
وحط الكراسي كلهم حوالين المنصة، يعني لازم إنه أفراد العائلة والضيوف يقدروا يقعدوا حوالين المنصة ويكونوا مرتاحين كتير. خلص أنت ارتاحي راكي ولا تقلقي، أنا رح أشرف على كل شيء بخص هاي الحفلة. ماشي؟ ماشي. رح أتصل فورا ببيع الفواكه وخلي يجيبهم. شكرا لانك ذكرتيني بشغله، انا رح اتصل ببيع الورد. طيب ايه مثل ما بدك. انا رح بلش كل هذا المكان. ايه تم ماشي اتفقنا. الو بريتا كثير بتعني لي، ما فيني اتحمل انه حدا يضايق لاختي ولا حدا يسمعها حكي مو منيح. شو يعني اذا كان شخص مهم مفكر حاله انه بيملك هاي المنطقه؟ مفكر انه هو بيقدر يعمل شو ما بده وما في حدا بيقدر يتعرض له؟ انا رح اعترض. أنا مو بس رح أعترض، أنا رح ورجيه كمان قوة البنت شو فيها تعمل. أنا توليت أمر أخو سانجو من قبل وهلأ صار دوره هو، رح لاقيه. إذا لقيت سيارته قبل رح خزق له دواليبه أكتر من مرة بهالسكين. وقعت السكين من إيدي. خلاص بقى لك هذا هو. بس منيح كتير اني لقيته هون بالحارة، رح المدرس ما ينسى بحياته كلها، وهذا وعد من شريستي. ماشي يلا تعي. كلي بقى مو معقول. شو هذا اللي عم بصير هون؟ لك مين هاي البنت؟ امشي حركي امشي يلا تحرك ومشي. يلا شباب بسرعة. جيبوها لجوا، هاي المرة عاملة حالة ذكية بس أنا رح ورجيها. امشي قدامي. الله حركي بسرعة أنت ويا. ليش هيك بطيئين؟ يعني ما عندكم قوة لتسيطروا على مرة؟ هاتوها. خلصنا. شو أنت عم ترجفي؟ صح؟ قولي إنك كتير قوية. عدي يلا يلا. أنا قلت لك تعدي. عدي بهدوء. كيفك يا أنسي؟ بتمنى يكون كل شي تمام. عن جد ما بتفهم، يعني بنت حلوة وبريئة وظريفة كتير مثل هاي البنت يلي قدامي، كيف راح تحكي وانتو رابطين لتم؟ فهموني، شيلوا الربطة. فكها. هيك أحسن بكتير ما هيك؟ هلأ خبريني كيفك انت؟ شايفك عم تعرقي؟ شوب كتير هون ما؟ لازم نركب مكيف. مو مشكلة بنوم، منركب. يعني فيني ركب من شانك تكرم عينك. شو بتحبي تشربي حضرتك؟ سخن ولا بارد؟ ها؟ انت مفكر مو عارفاني مين يلي بعتك لتخطفني؟ خبريني. بعرف مين هو. خايف اكشف الحقيقة، خايف اني اكشف كل الشغلات البشعة يلي هو عاملها. ايه حب قلك انه انا هاد يلي رح اعمله. انا رح احكي كل شي بعرفه، انا رح احكي كل شي شفته عن هذا الزلم السيء. مفهوم؟ تعرف انت شو عم تعمل؟ تعرف مين عم تساعد مقابل المصاري؟ لك هذا الشخص مانو منيح ابدا، عم تفهم؟ ماني عم صدق. هو بيحاول دائما انه يضحك على الناس الطيبين مثلي ويستغل طيبته. شكري لتمك. انا لازم ساعد هاي البنت باي طريقه. اسمعيني منيح، هذا الحكي اللي عم تقوليه ما بيعني لي شيء ابدا ولا حتى بيأثر فيني، وانا مستعد اني اعمل اي شيء وبدون ندم. ماني بحاجه ابدا لاسمع رايك مين المنيح ومين لا. أنا بقدر أعرف هذا الشيء كتير منيح، فهمتي؟ وخليني خبرك شغلة،
أنا ما بيهمني إذا الشخص كان منيح ولا سيء ولا شو ما كان يكون، ما بتفرق معي. الشخص الوحيد اللي بهتم فيه هو زبوني ويلي بيدفع أكتر، والمبلغ اللي رح أخده من زبوني هنن رح يدفعوا مصاري كتير. المصاري بتعطي الشخص القوة، وأنا بدي قوة. أنت شخص سيء، ما بيقدر الواحد أنه يوثق فيك أبداً. عم تفهم علي؟ أنت مجرد شخص سيء، بتخليني روح وإلا ما رح أرتاح لأشوفك بالسجن. ليك أنا عم حذرك هلأ، تركني وإلا رح تندم. اسمع، هذا يلي عم تعمله ضد القانون. هي آخر مرة بطلب منك وبعطيك فرصة أنك تتركني روح. شوف، تركني وأنا ما رح خبر حدا، يعني رح أنسى كل شيء. القانون رح يعاقبك على هالشي. ليك، إذا تركتني بحالي صدقني ما رح أشتكي عليك. اتركك مو؟ أنا لا أنا ما بقدر عليهم لحالي، لازم أتصل بالشرطة فورا، هنن رح ينقذوا البنت. ذكية، آخر مرة بقلك إذا خليتني روح ما رح أشتكي عليك وقول إنك خطفتني وجبتني لهون، وإذا ما تركتني أنت ويلي معك رح تندموا كتير. تأكد إني ما رح أترك طريقة إلا وعاقبكم كلكم. كيف بتتجرأي تحكي هيك؟ شو عم تعملي؟ لا تتحركي ولا حركي ولا بوصي. نزلوا، هاي البنت عدوانية كتير، لهيك أنا اليوم رح أتولى أمرها. جيبوها لعندي. يلا امشي. حركي يلا امشي. خلصوني بقى. ليش ما حدا عم يرد على تليفون الشرطة؟ مستحيل يردوا لما الواحد بده ياهون. يلا أتركوا، اتركوني. امشي اتركوا ايدي فورا. يلا اتركني روح. اتركني ابعد عني. بس عاجي لا تتحرك. شو هاد؟ ليش حرك السيارة؟ لوين أخدينا يا ترى؟ وين بده يروح بالبنت؟ شو عم بصير هون؟ شريستي قولي وين علبة المخلل؟ غريبة، لوين راحت هالبنت؟ ومو مقطعة الخضرة كمان. بريتا؟ ليكي بنتي، شريستي مو بغرفتها ولا مقطعة الخضرة بالمطبخ، فكرت إنها عملتهم. شريستي راحت تشتري حليب وهي ما بتطول. هي راحت بهذا الوقت لتشتري حليب؟ معقول؟ ليش طلعت مشان الحليب؟ نحن كان في عنا نص لتر، أنا حاططهم بالبراد، كان المفروض تتفقد البراد قبل ما تطلع. المهم هلأ قلي لي، حكيتي معه؟ يعني كانت معصبة كتير اليوم، حكيتي معه وحاولتي تفهميها أنه تفكيرها غلط؟ يعني لأمتى بدها تضلها زعلانة وكأنه ما في غيرها بهالبيت؟ خلاص ماما، كل شيء تمام، انت لا تفكري بشي ولا تقلقي ابدا، انا رح اقطع الخضرة لبين ما ترجع بيكون الاكل جاهز، انت بس روحي ارتاحي. اذا رجعت خبريني. ما بدي، ما رح روح وراها، هي البنت رح تضل كل عمرها تعمل لي مشاكل وما بتفكر ابدا. قلت لها أنه تبقى بالبيت وتتعلم الشغل، أنا ما كان بدي إياها تطلع اليوم، بس مع هيك هي طلعت. بعرف لوين راحت، بتكون هلأ على السطح، أكيد بتكون قاعدة بشي زاوية وعم تحكي مع حالها وعم تقول أنه بهالبيت ما في حدا عم يفهمها. مفكرة أني رح روح وصالحها، بس ما رح روح، وأنا رح خانقها لما تنزل، أنا أختها الكبيرة، بس هي ما بتعطي أي اهتمام لكلامي. أكيد ماتت. هاي البنت كانت بنت كتير قوية، هيك أحسن. شو ناطرين أنتوا الاثنين؟ ليش واقفين هيك؟ تفقدوا وضع لأنه مهمتنا لسه ما خلصت، تفقدوها.
شو يلي صار لها؟ شوفوا لي اياها لنعرف لاي قسم من المشفى نحن بدنا نبعتها، على العنايه المركزه ولا على قسم تجبير العظام، لانه شكلها تكسرت. يلا شو صار معكم؟ ليش عم تطلع علي هيك؟ يلا تفقد لشوف، لسه لازم ناخذها على المشفى. شف لي اذا ما تأذت خليني ارجع اضربها بالسياره مره ثانيه. معلم هي ماتت. كيف شكلك واحد ما بتفهم؟ بعد لي. مو معقول ماتت، كيف هيك صار؟ هي عن جد طلعت ميتة. انا ما كان بدي اياها تموت، كان بس بدي اضربها ضربة فوتها على المشفى. لك انا سويت جريمة قتل، لك شلون انا هيك بساوي؟ انا عملت جريمة، ما عم صدق عيوني. انا سويت جريمة. منيح ما حدا شافنا ونحن عم نقتلها، شو رح نعمل فيها هلا؟ انتو ليش خايفين اذا ما في حدا شافنا؟ هي مو اول مره بقتل فيها حدا، خليها تموت احسن، مو مشكله بنوب. بدي اياكم تروحوا ترموا جثتها بشي مكان بعيد من هون، وتذكروا منيح ما لازم يكون في اي شيء بيربطنا نحن وهي البنت، عم تفهموا؟ يلا شيلوها من هون. تليفون مين عم يرن؟ سكروا تليفوناتكم واحملوها. شريستي فصلتني مرتين، شو صار لجنات هي البنت؟ ليش عم تتصرف بهاي الطريقة يا ترى؟ ما رجعت على البيت لهلأ، وكمان مانا بمكان قريب من البيت. واضح أنه هي معصبة كتير، هي عنيدة كتير. إذا ما بعدت لها رسالة اعتذار ما رح ترجع على البيت. لازم اعتذر، عن جد أنا كتير غلطانة، لأنه هي كانت كتير متضايقة مشاني بسبب نيل. هي كانت بدها تحكي معنا بس الكل هون تجاهلها، وأنا طالبت منها تقطع الخضرة وبعدين تركتها. مو مشكلة، هلأ ببعت لها رسالة إلا أنه أنا آسفة وإلا ترجع على البيت، ورح إلا اشتقت لها. لا تخلوها تهرب. وين هربالي؟ راحت على هذيك السيارة. خلوهم يلا جيبوها هنيك، لك هنيك. بسرعة بسرعة استعجلوا. لك وين راحت؟ وين راحت؟ وين القطوة فورا؟ لك شيرو، لك باندي، هذيك البنت شافتنا عم نرتكب جريمة، عم تفهموا؟ يعني إذا هربت منا وقتها رح نصفي بالسجن وما رح نطلع أبداً. هروبها بيعني السجن بالنسبة لإلنا، عم تفهموا؟ استوعبتوا؟ أول ما بتشوفوها لا تنطروا إذن مني، اقتلوها فوراً بدون أي تفكير. بقلبك صورة تحمل فكرة، تحكي الماضي صح الذكرى. كان يا مكان والعمر بينضى، وحد الحب بيرسم يرسم طريق حلو ومر، فيه الشوك والورد وعطره. طريق مخبى فيه أسرار، دليلك فيه هو الصدفة. حلم وأمل ويمكن تشقى، حتى توصل لازم تسعى. قلبك صورة تحمل فكرة، تحكي الماضي يا مكان والعمر بيمضى، وحد الحب بيرسم بكرة.